مؤتمر صحفي تم الإعلان عن اكتشاف الأردن لأقدم مخيم بشري يستخدم المصائد الحجرية في العالم. باستعراض للاكتشاف الحجري من منطقة الخشبية في الجفر، إنه تاريخ تلك المصائد يعود إلى 7000 سنة قبل الميلاد، وجرى التثبت من ذلك بطريقة الكربون 14، يعود لتاريخ أقدم بآلاف السنوات مما هو مكتشف حاليا. وتعتبر المصائد المكتشفة أقدم المنشآت البشرية الضخمة المعروفة حتى الآن في جميع أنحاء العالم. المنشأة المكتشفة تحتوي على أقدم مجسم معماري بالعالم وحجرين منصوبين على أشكال بشرية، ويوجد غرفة دائرية بتراوح قطرها بين 4 إلى 6 أمتار. وعلق وزير السياحة نايف حميد الفايز بعد الإعلان عن اكتشاف أثري عمره تجاوز 9000 عام بأنه من أهم الاكتشافات الأثرية في الأردن، ويعتبر إضافة نوعية ومساهمة فاعلة لمكتشفات الحضارات السابقة اللي ساهم فيها الأردن على مستوى العالم. نتحدث أكثر عن هذا الاكتشاف، وينضم لنا عبر الهاتف مدير عام دائرة الآثار الأردنية الدكتور فادي البلعاوي لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير دكتور، ويعطيكم ألف عافية على هذه الجهود. الله يسعد صباحك أخت رندا وصباح المستمعين الكرام، يسعد الله صباحكم. يعني دكتور، منذ الأمس ومنذ أن تم الإعلان عن هذه المكتشفات، وفي بعض يعني بعض الناس في لغط بالموضوع، مش كتير فاهمين أكثر، يريد نحكي أكثر عن طبيعة هذا الاكتشاف وما هو وعن أهميته أيضا. أول شيء بشكرك، وإحنا الحمد لله رب العالمين امبارح كانت نقطة مضيئة في تاريخ اللي هو الاكتشافات الأثرية في الأردن وبالعالم، لأنه كانت هي عبارة عن اكتشاف إضافة لفهمنا للتاريخ البشري والحضارات البشرية في العالم وليس فقط في الأردن. اللي بدي أحكيه هو إحنا عندنا هذا النوع من الفترات الحجرية كان لدينا معلومات عنها في القرى الزراعية، ولكن في المناطق الأخرى اللي هي في أماكن تجمعات صيادين والتجمعات خارج القرى الزراعية كانت العالم يفتقد لهذا النوع الكبير من المعلومات. تم اكتشاف منشأة طقسية متكاملة بحالة جيدة جدا إن لم تكن ممتازة، هي فيها أضخم اللي هو المنشآت المعمارية في العالم في تلك الفترة، بالإضافة إلى أنه فيها شغل كثير مميزة، هو اكتشاف أقدم مخطط هندسي معماري في العالم لنوع العمارة اللي موجودة في تلك الفترة بالعالم. دكتور في العالم، نعم. لأنه إحنا الإشي اللي نحكي إنه المخططات المعمارية كانت يعني نادرة جدا إنك تجد في مكان مخطط معماري ينفذ على أرض الواقع. في المكان الفريق البحثي اللي اشتغل على هذا الموضوع وجد المخطط المعماري للمنطقة كاملة موجود على إحدى اللي هو التماثيل الموجودة، وهذا يعتبر إشي نادر جدا في العالم إنه في توثيق لعملية البناء من خلال مخطط معماري شامل للمنطقة الموجودة فيها. فإحنا بنحكي عن فعلا عن فترة العالم بيعرف عنها القليل، وحيكون طبعا إحنا بنقول الآن بدأ عملنا، صح الفريق البحثي اكتشفوا وعملهم استمر لعشر سنوات حتى وصلنا لهي المرحلة، لكن إحنا العمل تبعنا بالتعاون مع الفريق البحثي الآن ابتدأ لكي نقدم هذه المنتجات، نفسرها، ندرسها أكثر، ويكون العالم أيضا يشوفها ونستخدمها كنقطة تنموية سياحية استثمارية إن شاء الله، بالإضافة إلى أنه الجانب العلمي والأثري رح نغطيه ويكون إضافة للحضارة البشرية. دكتور فادي، تفضلت وحكيت أنه الفريق البحثي له 10 سنوات عم بيشتغل على هذا الموضوع؟ نعم، قبل فترة احتفلوا ب10 سنوات من عملهم، وفي منطقة أنا بدي أحكيها اسمحي لي أخت رندا، يعني الوصول إليها يعني شبه مستحيل لولا أنه استخدام التقنيات العلمية. تعرفي بتبلش عملية البحث عن الآثار بمعلومة، ومن ثم مرحلة أخرى اسمها البحث الأثري اللي نستخدم فيها طرق علمية كثيرة لتحديد وتصغير أين إمكانية وجود الموقع الأثري، ثم ننتقل للموضوع اللي هو التنقيب الأثري اللي هو بيؤدي إلى الاكتشافات. فالفريق اللي هو الأردني من جامعة الحسين وأيضا من الجانب الفرنسي المعهد الفرنسي في القدس وبدعم من دارة الآثار والسفارة الفرنسية استمر عمله لأكثر من 10 سنوات حتى توج العمل بالإنجاز الكبير جدا اللي إحنا بإذن الله راح تكون إضافة لإنجازاتنا بمواقعنا الأثرية المتعددة
وراح يكون إضافة نوعية على جميع المستويات، الهوية، الحضارة، الاستثمار، السياحة، وأيضا الارتباط بالمكان. يعني دكتور إحنا عم نحكي تقريبا عن إشي أكثر من 9000 سنة، يعني إذا أنت عم تحكي عن 7000 سنة قبل الميلاد، ويعني نعم. يعني موضوع مش 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 إشي صغير يعني. للأسف طبعاً للأسف إحنا بدي أقول لك شغلة، تفضل. كان امبارح كثير حكي عنها، قد إيه أنتم متأكدين من هذا الموضوع؟ بالضبط بالضبط. بس بدي أحكي شغلة واحدة عشان أطمن الناس، إحنا ما بنطلع للعالم وبنحكي بمعلومة ممكن إنه بعد ثاني يوم نتراجع عنها. عادة في علم الأثار عينتين تكفي لإثبات العمر. إحنا عملنا الفريق عمل أكثر من 31 عينة على تحليل باستخدام أفضل الطرق العلمية اللي هي الكربون 14 والتوهج الحراري اللي هو التوهج الضوئي الحراري، وأثبتت كل الدراسات ال 31 عينة صدق مقولتنا وصدق العمر اللي بنحكي عنه اللي هو اللي اكتشفه الفريق البحثي. وبالتالي نقدر إنه نروح للعالم ونحكي معلومة متأكدين منها، لأنه إحنا عمل الفريق البحثي كان بناء على أمور علمية دقيقة وليس على اجتهادات شخصية أو اللي هو توقعات، وهذا اللي بيخلينا نحكي المعلومة وإحنا في ثقة فيها. بثقة. طب دكتور يعني مبارح سمعنا مصطلح كبسولة وتم الحديث بهذا الموضوع بشكل مفصل يعني، فكان هنا تساؤلات شو يعني كبسولة؟ ترندا احنا حلو الواحد احيانا ترى سبحان الله الاشياء الغير مخطط لها بتكون هي الافضل. احنا لما قصدنا بكبسولة هي ليس شيء علمي نرمز له، انما الكبسولة هي عبارة المكان الصغير اللي يحتوي على المعلومات الكبيرة. فاحنا حبينا نجذب انتباه العالم بانها كبسولة زمنية، المقصود فيها منطقة صغيرة بعيدة معزولة ولكن كشفت لنا تاريخ وحضارة كبيرة جدا. طب هلا الناس رح تقدر تروح دكتور تزورها زي المناطق الأثرية الثانية، هل هناك شيء لعين الناظر يعني احنا نروح نشوف اشياء أثرية ولا ما في اي شيء؟ في الوضع الحالي صعب زيارة الموقع او شيء اللي بعده وعدم اللي هو غير مؤهل، بالإضافة لان طريقة تقديمه رح نستخدم طرق كثيرة لتقديم هذا المنتج. يعني بنفكر بطرق كثيرة كيف انه العالم اول شيء احنا كأردنيين والعالم كله يستمتع بهذا الاكتشاف، وتطوير المكان هو أكيد من أولوياتنا لكن بحاجة لعمل وجهد كبير جدا. حكيت لك أنا بالبداية في فرندا إحنا اليوم بلش عملنا، مش اللي هي هلا فعلا المسؤولية كبيرة. دائما أردننا عم يعني كل يوم أنا بحكي لهم مبارح بشغلة بالمؤتمر الصحفي بحكي لهم كنا دائما نحكي الآثار غير متجددة، أنا اليوم غيرت رأيي، الأثار صحيح غير متجددة بس بالأردن أثارنا متجددة. صح. يعني دكتور إحنا بنتذكر كمان قبل كم من سنة تم اكتشاف كنيسة كاملة ويمكن من الأقدم من الكنائس الأقدم في المنطقة حتى مش بس بالأردن. إحنا أيضا شفنا بيعجلون، يعني كل فترة وفترة عم نسمع عن فترة وحقبة صحيح. زمنية يمكن إذا بتزيد الأردن غناء بأثارها وبتاريخها وبالحضارة اللي كانت عايشة في هذه المنطقة. يعني أنا سؤالي لإلك دكتور، هذا الاكتشاف شاف قديش لصالح الخارطة السياحية والأثرية في والتاريخية للمملكة سواء محليا أو عالميا؟ يعني أنا بقدر أقول لك إنه إحنا الأردن خارطة أو لوحة فسيفسائية كل يوم عم نكتشف فيها قطعة جديدة. يعني هذا اللي الاكتشاف تبع الأمس أتوقع حيكون نقطة جذب سياحية ونقطة تطوير سياحية جدا مميزة، حتضيف لنا الكثير لأنه زي ما حكيت لك عن فترة مش معروف عنها كثير ومش بس عنا في الأردن بالعالم كله. دكتور يمكن كنت عم تحكي لي أنه هلأ بلش الشغل، يعني كم تتوقعوا الوقت اللي يكون المنطقة جاهزة والمكان جاهز للزيارة؟ يعني إحنا قربنا بدخولنا هلأ بفصل الربيع، بلش الموسم السياحي إن شاء الله بإذن الله مع تخفيف الإجراءات الكورونا، يعني نحن نتوقع حركة سياحية بإذن الله تعالى هذا الصيف بشكل أفضل من السنوات اللي السابقة، فهل يعني رح تكون جاهزة بإذن الله في خلال هاي الأيام أو الأشهر القادمة أم لا؟ تديني أختنا ده المهم إنه نقدمها للعالم بالشكل الأفضل. فخلينا نشتغل عليها. نصبر عليكم دكتور. بالضبط. عشان فعلًا عندنا في خيارات كثيرة في ترندا بعملية تقديم اللي هو المواقع الأثرية والتكنولوجيا ولله الحمد، وسيدنا دائمًا بقولنا استخدموا التكنولوجيا واستخدموا الشباب، وإحنا بإذن الله في هذا المشروع زي ما إحنا دائمًا سيدنا هو موجه لنا شغلات كثيرة هيكون التكنولوجيا
والشباب هم عنصر التطوير بهذا المكان. نعم دكتور فادي البلعاوي مدير عام دائرة الآثار الأردنية، كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية. كل الشكر للفريق اللي له من سنوات بيعمل على تقديم المنتج الأفضل والمميز لإلنا كأردنيين وللعالم كله. يعطيكم ألف عافية وتحياتنا. شكرا على لقاء الممتع جدا وعلى أثنتك جدا، استمتعت في الإجابة عليه. شكرا ستفندا. تحياتنا لك دكتور. شكرا. يعني اسمحوا لي بس أحكي شغلة حمودة، يمكن كان هناك بكلام مبارح عبر موقع التواصل الاجتماعي وكان في انتقاد على هذا الموضوع، ويعني خفة الدم والنغاشة إلها وقت اسمحوا لي، ولكن بموضوع بغاية الأهمية بإشي آثار بيرجع لأكثر من 9000 سنة، يعني أظن إحنا المفروض نكون فخورين بهذا الجهد المبذول خلال 10 سنوات. يعني إحنا ما عم نحكي عن إشي مزحة، وإحنا إحنا عايشين يا جماعة بمتحف مفتوح. الأردن بكل ما فيه بكل مكان هو قطعة أثرية. لما إحنا نروح على جرش، لما إحنا نروح على وسط البلد المدرج الروماني، لما إحنا نروح على البترا، لما إحنا يا إخوان إحنا عنا منتج عظيم من الآثار في بلدنا الغالي. نيجي إحنا نقرأ تعليقات اسمحوا لي على المصطلح سخيفة، يعني فعلا أحيانا أنا أستاء لأنه هاي النغاشة وهاي خفت الدم على إشي. بس هذا الموضوع موضوع عظيم ومكتشف، بقولك مش بيوم ويومين، لهم 10 سنوات عم بحاولوا يوصلوا له. عم نحكي بالجفر، انتوا فاهمين وين؟ يعني قديش أخذهم وقت وجهد، وبقولك بين فرنسا وبين الأردن، وبقولك 31 تحليل لهذا المكان، وبتيجوا بتتخوتوا وبتحكوا بسخافة وبتسخفوا من إشي موجود عندنا. بتعرفوا في بعض دول العالم عندهم أشياء أقل منا بألف مرة، والطريقة اللي بيروجوا وبيعملوا بيسووا عندها أهل المنطقة وأهل البلد بتعظم من الإشي الصغير اللي عندها. إحنا المفروض بكل ما عنا نكون فخورين، إحنا مقصد لكل العالم اللي يجوا لعنا. احترموا الجهد اللي بذل من قبل وزارة السياحة والأثار على هذا الموضوع، احترموا الناس اللي اشتغلوا 10 سنين ليطلعوا بهذا المنتج. طبعا تحياتنا للدكتور فادي بلعاوي مدير عام دائرة الأثار اللي كان معنا الآن.